حيت سعود واقيلا قالوا ياك سعود ماشي يكون داكشي منظم صافي مزيان اسعود. اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تيفي ودائما معكم مبعوث قناه الشعب بجهه درعسه بلال هو من قلب المعرض الدولي للورد العطري النسخه 58 متابعي قناه الشعب بقلعه مكونه. اكيد متابعي قناه شوف تيفي عارضه اللي في الحقيقه من زاوية الشيخ إقليم بني ملال معنا وفرحانة بزاف بهذه المنتوجات اللي هي عرض اليوم وأيضا حتى بهذا المعرض الدولي وأكيد عندها رسالة وقصة رائعة ومثيرة غادي نسمعوا لها متابعي قناة الشعب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله لاباس بخير أهلين مرحبا بكم تبارك الله عليك مرحبا تبارك الله عليك. كيفاش بديتي الفكرة منين جاتك باش ديري تعاونية المنتوجات اللي كديري؟ مرحبا. اولا معكم حسناء ابو طالب الرئيسه ديال التعاونيه المائده الطبيعيه. الفكره صراحه جاتني من ابتداء يعني المنطقه عندنا ايت ام البخت زاويه الشيخ اقليم بن ملال غنيه بزاف ديال المنتوجات غنيه بزاف ديال الحبوب اللي ما كيتستغلوش بحال البلوط والنبق وهذه فجاتنا الفكره علاش لا ما نستغلوش هذوك المنتوجات ديالنا اللي قيموا فيها بزاف ديال الفوائد. وكذلك الفكره جاتني من ابتداء من الواقع اللي كنشوفوا تما يعني ديال العيالات انهم كيعانيوا كيخدموا في الحقول فقلت علاش لا ما تكونش واحد التعاونيه واحد الاطار منظم اللي غادي يخليهم يخدموا في واحد الاطار اللي هو يعني غير نسائي مهيكل وكذلك يستافدوا ونرفعوا ونحاولوا ننميوا يعني المنطقه نساهموا في التنميه المحليه وكذلك نخلقوا فرص ديال الشغل للنساء القرويات. يعني ما عندي ما نزيد سالك تخبيتي يعني من النساء المكافحات متابعي قناه شوف تيفي واللي فرحانه بزاف وقادمه من زاويه الشيخ وما ادراك ما زاويه الشيخ اقليم بني ملال من الاجواء اللي هي جد رائعه وطبيعيه في اقليم بني ملال. عارضه مجموعه من المنتوجات واكيد اننا غادي نعرفوا مجموعه من المنتوجات اللي كاينين عندها هنا ولمن كيصلحوا كذلك. مرحبا. مرحبا عندنا بزاف تاع المنتوجات. حنا يعني درنا تتمين ديال من الحبوب في سكسو وكذلك في البلبوله في الحسوه عندنا حسوه بزعتر سكسو حاولنا اننا نديروا يعني سكسو اللي ما يعني ما كاينش شي تعاونيه اخرى بحال مثلا البلوط هذا ابتكار ديال تعاونيه المائده الطبيعيه. درنا ليه التتمين ولا يعني ولا حتى هو سكسو ديال البلوط ديال البلوط يعني كتقول شي واحد سكسو ديال البلوط كيجي في شي شكل ولكن فاش تيتكال تيلقى بانه اصلا عنده بزاف تاع المنافع. كذلك النبق النبق تنعرفوا بانه صحي مزيان المعده الكلاوي شحال من حاجه ولكن باش انه يتكال في سكسو كان في الاول تجيهم الناس تجيهم معجب ولكن فاش تكال خاصه يعني تلقاو بانه زوين في الماكله وهذه واصلا طبيعي ما تينفخ ما كيضر ما فيهش الفورس داكشي باش الحمد لله يعني لقى واحد الاقبال. كذلك عندنا سكسو ديال المائده الطبيعيه سميتو بداك الاسم حيت فيه خمسه ديال السريع هذاك السكسو نشوفو هذا سكسو ديال المائده الطبيعيه فيه خمسه ديال 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 الحبوب ابتكارا يعني والفكره ديال المائده الطبيعيه فيه الشعير فيه إلان فيه الخرطال فيه يعني بحال كنقولوا شي حبوب اللي قربوا الناس ما يبقاوش يزرعوها لحقاش ما عارفينش الفوائد ديالها. حنا حيناها وخديناها كناخذوها هذيك بحال الكوبيراتيف وكنستخدموها في هذه المنتوجات هذه اللي كما قلت لك يعني صحيه جدا. كذلك درنا الزميطه بالانواع رجعنا للزميطه ديال الطرحه هذه كنخدموها كيخدموها النساء تاع التعاونيات بالراحه يعني بحال الزميطه تاع الاجداد انا تنسميها كترجعك للصندوق هذا ترجعك للوراء. كذلك هذه صفوف المائده الطبيعيه عطيناها حتى هي الاسم لحقاش فيها 10 ديال المكونات اللي كاينين في المنطقه الخروب كذلك النبق كذلك البلوط اللوز يعني شي يعني حبوب اللي مفيده جدا. وكذلك درنا بندق بالاعشاب هذا البندق راه معروف ولكن حنا زدنا عليه الاعشاب ديالنا ديال المنطقه يعني الشعير بالاعشاب لا ماشي سكسو زميطه حتى هي زميطه ولكن بالشعير وبالاعشاب الناس اللي ما كيبغوش القمح وهذه درنا عاوتاني سميتو يعني خاليه مواد حافظه سيرتيفيي بارلونس الحمد لله. كما قلت لك هذه القصه سولتيني على قصه النجاح ما حد كتزيد لقدام وتاخذ مثلا شي اتيستاسيون ولا شي حاجه. حنا مؤخرا شهر ثلاثه يعني خدينا الجائزه الوطنيه لاحسن فكره تطوير مشروع تعاوني نسائي وهذا الشيء كنفتخروا به الحمد لله حقاش المجهودات ماشي ديالي بوحدي راه معايا عضوات 20 عضوه ديال التعاونيه كيخدموا باش انهم يقدموا من الانامل ديالهم واحد المنتوج اللي هو صحي للناس والزبون وكذلك يديروا بلاصتهم ويديروا بلاصه التعاونيه ويوصلوها لقدام. تبارك الله عليك. نساء وانامل ذهبيه من زاويه الشيخ ومن اقليم بني ملال متابعي قناه شوف تيفي اجواء رائعه وسيده ولا في رائعه جدا لان حتى الزميطه اللي كلينا صراحه يا سلام مذاق جد رائع ومنتوجات اللي هي الطبيعيه 100% مجموعه من الفوائد فيهم يعني البركه من دوك
لي برودوي اللي كيخرجوا على الصحه، كاينين مواد الحمد لله اللي هما طبيعيه 100%، فوائد ديالهم يعني كيحاول التعاونيه كتحاول انها تشرحهم، مجموعه من الاشياء متابعي قناه الشعب اللي غادي نتمنوا لها ايضا التوفيق وقولوا لهم مبروك لانهم داو الجائزه للدين. جائزه لاله المتعاونه في نسختها 2023 لاله المتعاونه فعلا. وكذلك انا بغيت غير واحد الاضافه الا سمحتي لي، بغيت نشكر كاع الناس القائمين على المعرض، حيت فعلا المعارض راه هما يعني كيشكلوا واحد الفضاء التعاونيه باش يعرضوا المنتوجات ديالهم، وكنتمنوا انهم يكونوا معارض يعني كثيره في المملكه، باش يعني العارضين حتى هما حتى اللي ما جاوش ما حلفهمش الحظ يلقاو شي معرض قريب ليهم حتى هما، يعني حيت بغينا حنا كلشي ان شاء الله يستافد وكلشي انه يبين المنتوج ديالو. وكنشكروا كما قلت لك جميع الفاعلين، تنشكركم نتوما كصحافه كتوصلوا صوتنا يعني كلمتنا كتديوها لبلاصتها، كذلك يعني تنشكروا صاحب جلاله لحقاش هو القائم على كاع هاد التظاهرات هادو اللي كيكون، وكذلك هو اللي نهض بالقطاع التعاوني باش انه وصل هذا الشيء، فنصره الله وايده وحفظ له الامير مولاي الحسن. وشكرا جزيلا وصراحه شرفتونا اليوم، وبغيت نقول للجميع اللي المشاهدين ديال شوف تي في مرحبا بكم في المائده الطبيعيه، سواء في المعرض سواء في المقر ديالها، لحقاش عندها مقر سياحي قروي، المقر ايت ام البخت زاويه الشيخ اقليم بني ملال، مرحبا بكم كاملين. هذا هو الهجوم المضاد متابعي قناه شوف تي في بكل الزوار وكل المتابعين انهم يجيو لعندها زاويه الشيخ، يعني مواد اللي هي طبيعيه 100% واجواء اللي هي رائعه في هذا المعرض الدولي متابعي قناه الشعب. الشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات، واكيد متابعي قناه الشعب رسالتها واضحه لكل المسؤولين، والشكر الخالص ودائما يبقى شعارنا الخالد والابدي الله الوطن الملك. ونتمنوا ان شاء الله بث اخر وموضوع اخر باذن الله. شكرا جزيلا لكل المتابعين والمتابعات، اكيد متابعي قناه الشعب يعني دازت اجواء جد رائعه من قلب قلعه مكونه وايضا من المعرض الدولي للورد العطري من نسخه 58 تحت الرعايه الساميه لجلاله الملك نصره الله وايده. ايضا متابعي قناه الشعب قصه رائعه لهذه العارضه للمنتوجات من زاويه الشيخ بالمعرض الدولي للورد العطري، واللي فرحانه بزاف والقصه ديالها جد مثيره، واللي كنتمنوا لها ايضا السداد والتوفيق، وايضا الحمد لله انها توفقت باش انها تاخذ الجائزه من لاله المتعاونه. صافي غير جمعوا اكيد مازالين معكم متابعي قناه شوف تيفي من قلب هذا المعرض، ويعني في هذه الوقيته اللي سالوا اجواء اللي هي دوزنا جد رائعه ومثيره متابعي قناه الشعب. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله متابعي قناه شوف تيفي، وان شاء الله متابعي قناه الشعب الى بث اخر وموضوع اخر باذن الله. Thank you.